السلام عليكم يا جماعة الخير، وإيش الأحوال؟ وإيش رأيكم في جاكيتي الأحمر؟ ترى أبو جاكيت أحمر، مو بس أنت عندك جاكيت أحمر، ليه؟ عقب ما عرضوا حلقة ما خفي أعظم، يقول لك أبو جاكيت أحمر صارت الهشاشة والرجفة، يعله الرجفة، قولوا آمين. بس اللي مو متوقع واللي ما حد توقعه، معقولة يا ولد الجلاحمة تخون العهد وتصطف ويا المجوس والخونة أذناب إيران الفرس المجوس أولاد ما أدري ويش مال الدوار؟ معقولة؟ لا كلش ما كنا متوقعينها منك. شدي يعني تتنكر إلى آل خليفة اللي بعد ما غزوا البحرين ورزوكم وخلوا ليكم مكانة في البلد؟ لكن ما عليه، لو وقت ترجع لبنهم عند ولد الرميحي، هذا اللي يعرف ليك وزير الإعلام. خلوني يا جماعة الخير أتصل ليه، نعطني تلفونه وخلني أتصل لولد الرميحي. لا هو خلني أركب الفيشة بعد، جيب مو ركبين فيشة، كل شيء يشيلون الفيش دلين أربلون 097-4 إيه. هلو هلا هلا ولد الرميحي، وايش احوالك؟ وايش نسوي؟ بالمعان. عفا يا ولد الرميحي، عفا، كبر راسك، نسينا ما كلينا. انا موسى عبد علي العكراوي، لا تستهبل وتسوي روحك ما عرفتني. المهم شفت حلقه ما خفي اعظم؟ عفا يا ولد الرميحي، تقطع في وجهي؟ يا عساك رمح في راسك ان شاء الله، قولوا امين. لا اقول قبل لا تبث حلقه العوره على قناه الجزيره، كان رفعت السماعه طايح الحظ، اتصلت لي بعطيك شويه ملاحظات، فشلتنا على هذا الاخراج التعبان وخليت اللي ما يشتري يتفرج. صق طرح مر طريين، والمدعو محي الدين محمود خان. تدرون ويش؟ في مشكلة كبيرة على فكرة ما حد التفت إليها، وهو أننا الصورة المعجزة الحارس الشخصي لأبو جاكيت أحمر ما كان موجود في هالأزمة، مختفي من الموضوع كامل. المهم وهو كان المعول عليه في المهمات الخاصة والصعبة مالت أبو جاكيت أحمر، ومثل ما تعرفون كلكم هو البطل الأول القادر الخارق الرابح الشاعر الخيال الفارس. واهتعبتها بعد ما جبت لكم اوصافها الكامله، كامل اوصاف. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك في العمل الخارجي وشؤون الشباب، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه، حقق المركز الاول في بطوله البحرين الاولمبي للترايثون الاول. واحنا انخدعنا في الحلقه اللي طافت لما اطلق الاوامر الى ولد النهاب ونشر غترته ولد النهاب ومجن حاله، لكن الصور اختفى من الاثار. بلغ الطيار يقلع من مطاره، وبعد اعمال البحث والتحري وشغلنا كونان والكابتن ماجد وما ادري منه كلهم مال البحث زين، والاستطلاع اللي سويناه طلع الصور موجه الطياره الى بريطانيا، وكان رايح لمحمد ولد راشد. ايه يا ولد راشد، مصيبتك مصيبة وهي الأميرة الهاشمية مصيبة شايدة، ومهمة نصور ان يواسي عمه ويحاول ينسيه ويجيب له اولاده واحفاده يلعبهم وياه عشان ينسى الأميرة الهاشمية. حرك لي الكمبيوتر خلني باشوف وين راح نصور. المهم الحكي واجد وما أنبي أطول عليكم واجد يا جماعة الخير، بروح الحين أتابع أخبار أبو لحية التيس اللي جودوه ونتفوا لحيته في قناة العورة. أشوفكم إن شاء الله على خير. عيدا ما اغتالوني مثل ما كانوا يخططون لاغتيال استعب لهاب حسين وبقية الرموز. يلا على خير، في أمان الله. بالنسبة عن موضوع تكليف باغتيالات